Amigo, ya me llamo Mohamed Adam Maris, hoy te escucho, مرة دين إسلامك وكنت رسم جماعة المتعاونين بالتعلم والتعلم والتعليم وحن سجلنا يا كتاب ياقوت النفيس أو في مذهب ابن إدريس وحن سجلنا يا قلبك الوضوء الوضوء اسم لغسل بعض الأعضاء وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة النية المخصوصة فروض الوضوء فروض الوضوء ستة الأول النية الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح الرأس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتيب مسح الخفين يجوز مسح شيء من ظاهر على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث بعد اللبس لكن يشترط لجواز المسح شروط سبعة أن يلبس الخفين على طهارة كاملة وأن يكون قويين وأن يكون مانعين من نفوذ الماء من خلال الفرج وأن يكون ساترين من حل الفرج من الجوانب والأسفل وألا يظهر للجسم حدث أكبر وألا تنحل العرى. والله يحصل للابس ما وألا يحصل لابس ما حدث أكبر وألا يثار شيء من محل فرد وألا تنحل العراق هذا ما في سرايا الوضوء والسخاء لغة حق الفرد اسم المقع وعي اسم جو لغسل بعض الأعضاء حبنا حقا كمد أدق الضوضاء وشرعا حق الشرع وصبنا هذا وشرعا حق الشرع اسم المقع وعي لغسل أعضاء حبنا لغسل أعضاء مخصوصة حبنا لقارية لقد الضوضاء بنية مخصوصة هي لو قارية ما حالك وضع حس حبنا مقع حبنا لقارية لحالك وضع حبنا هذا هو سباطة سيد وجد مقعمها مقعها يا مدح المسح مايو هي بنية مخصوصة حالة كذا بنية مخصوصة ديال مكاري هذا صح فروض الوضوء يسقط فروض ستة الحواية الأول مثل الكوات النية نيواية الثاني مثل الكوات غسل الوجه وجهك أولا غسل وجه غسل الوجه وجهك أولا دقة الثالث مثل كسلحة غسل اليدين لابد كعمل أولا دقة مع المرفقين لابد سحل لقبة الرابع مثل أفضل مسح الرأس مدح ولا مسحه الخامس مثل كسلاة غسل الرجلين لابد نقود أولا دقة مع الكعبين لابد حنق ولا لقبة السادس مثل كدحد الترتيب ترتيب واي مسح الخفين